وطيب يعني نهى قولي الو كده. الو. يا اهلا. نهى ضحكت. اهي مين يا نهى؟ كابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم ده انت قلت اهلا بس عرفتك. ممكن ما تعرفش صوتي شويه لان لا ده ازرع صوتي شويه لان انا عندي برد. لا الف سلام عليك يا انا كابتن. اعمل المداخله دي مع حضرتك طبعا في قناه الاهلي. الف سلام من عليك. ابني من ابناء الاهلي طبعا. بجد؟ يعني انت لعبت في نادي الاهلي يا كابتن؟ انا لعبت 25 سنه بتوعي في ما الاهلي شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله. والحمد لله جبنا شويه ميداليات في بطولات عالم يعني وكده. فيعني شويه ميداليات، شويه ميداليات في بطوله عالم، الله اكبر، الله اكبر. يعني بنتكلم كمان مع بطل كبير عالمي طبعا الكابتن ابراهيم مجدي مدير فني المنتخب وطبعا مدرب نهى في المنتخب، وهو كان معاهم بطوله العالم اللي فاتت. كابتن كلمنا عن بطوله العالم وهل انت كنت مسافر متوقع الانجاز ده او المركز ده، ولا كنت رايح وبتقول يعني على الله ان احنا نجيب احسن ممكن احسن من احسن حاجه نقدر نجيبها؟ والله بص يعني هو كده كده على الله طبعا، ولكن احنا كان يعني الثلاث بنات دول كانوا في 2021 عملوا انجاز اوريدي في انجاز يعتبر كبير جدا بعد سنين صعبه شويه في الكاتا. جابوا ميداليه برونز في بطوله دبي في بطوله العالم، فكان طبيعي جدا ان احنا نحاول نحافظ على الانجاز ده ونحسنه يعني. نعم. فالحمد لله هم كانوا قد المسؤوليه. مش هقول لك ان الموضوع كان سهل خالص لان الكاتا حضرتك الموضوع صعبه صعبه جدا 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 يعني. كان عليهم ضغط رهيب رهيب مش هخبي عليك يعني. كميه ضغط رهيبه بالذات يعني مش عشان نهى قاعده مع حضرتك. لا هو الضغط كان على نهى كبير جدا لان هي سنها صغير جدا. صحيح. لعبت على ناس اكبر منها في التيم، تم اختيارها على ناس اكبر منها في التيم. فطبعا مش يعني اكيد حضرتك فاهم الدنيا طبعا 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 فبيبقى في شويه حاجات نيجاتيف كده في الموضوع، ولكن بصراحه الثلاث بنات كانوا قد المسؤوليه والبطوله كانت اصعب من 2021، ولكن هم بصراحه كانوا قد المسؤوليه وادوا وخدوا المركز الثالث يعني عن جدار. الموضوع باين. طب كابتن المنتخبات الثانيه اتغيرت يعني اليابان مثلا، ايطاليا، اسبانيا، المنتخبات دي اكيد حضرتك متابعها لانه انت اتغيروا ولا هم نفس التشكيل؟ والله بص اليابان نفس التشكيل، ايطاليا اتغيرت، اسبانيا اتغيرت. كان في منتخبات اتحسنت كتير يعني زي تركيا اتحسنت كتير جدا، المغرب اتحسنت كتير جدا. كان معانا حتى في المجموعه بتاعتنا في الاول كان الموضوع حساس شويه لان احنا كان معانا المغرب وكان لعبنا المغرب قبلها بشهر بطوله افريقيا على ارضهم. نعم. فربنا ما وفقناش طبعا ساعتها، فكان الموضوع صعب جدا ان احنا نلعبهم تاني في بطوله العالم بس المره دي على ارض محايده، والحمد لله كسبنا بفرق يعني ويعني كسبنا بفرق في دور وتعادلنا معاهم في دور تاني بس كسبنا في التوتال يعني. فكان الموضوع لا في منتخبات كتير اتحسنت، مستوى البطوله اتحسن، المنتخبات حتى اللي هم ايطاليا ولا اسبانيا دول غيروا من نفسهم، غيروا في لعيبه ولكن للاحسن. طب كابتن يعني انت طب الفتره اللي جايه يعني فنيا بقى انتوا ناويين على ايه؟ عندنا في بطوله عالم انا عرفت منها ان شاء الله السنه اللي جايه في اسبانيا، يعني هتعمل ايه؟ ماشي ازاي؟ بتخطط ازاي؟ رؤيتك الفنيه الفتره الجايه للمنتخب ايه؟ والله بص هو اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نبدا ان شاء الله نخرج من فكره ان الكاتا مش هتجيب الا برون يعني. صح. انا الصراحه التارجت بتاعي ان السنه الجايه ان شاء الله مع البنات دي ان احنا نوصل للفاينل، لان اتس تايم بقى مش كل شويه هنلعب. طبعا هو انجاز طبعا طبعا إنجاز، بس الطموح مشروع بالظبط. بالظبط. ليه ما نطمعش ونوصل على فاينل وننافس ان شاء الله. فده البلان بتاعتنا الفتره الجايه ان شاء الله، ويعني هي سنه ونعمل اللي علينا فيها ان شاء الله ونحسن من نفسنا. وعندنا حاجات كتير قوي يعني، دي من بطوله العالم دي مستوى كويس وكل حاجه، ولكن في مشاكل طبعا لسه هنعالجها ونوصل ان شاء الله نهائي كاين ان شاء الله. مستمر في المعسكر يا كابتن زي ما انت زمانها قالت لنا ان انتوا على طول معسكرين بشكل دائم طول السنه، ولا هتفك شويه بعد البطوله وترجع تتجمع؟ بص التيم ده بقى له 3 سنين معسكر، بس طبعا بعد بطوله العالم احنا يعني بنفك شويه. كان يعني لضمنا كان سيزون اللي فاتوا في بعض، لان كان بيبقى عندنا بطوله في شهر واحد، ساعات كان بيبقى في افريقيا في شهر 12، فما كانش بينفع ان احنا نريح خالص. فاللعيبه اللي قدامك دي مستهلكين تماما يعني. واضح واضح من اللي بتقوله يا كابتن. مستهلكين. لا لا واضح من اللي بتقوله. فبس احنا ما عندناش حاجه في 12 ولا واحد.
لا لا ما عندناش حاجه في 12 واحد، هم عاملين بقى بطوله الجمهوريه طبعا ربنا مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي بالظبط. بس يعني مش خاب عليك طبعا، بطوله الجمهوريه دي بلدود فيها اقل شويه، اللعيبه بتتنفس شويه، ولكن هم يعني زي ما بقول لحضرتك النوها قدامك، انا متاكد ان هي نزلت التمارين خلاص. ما بتقول لنا، بتقول يعني كانت بتتكلم معانا قبل الهوا، بس احنا مش هنخرجها من الاستوديو يا كابتن، اديها راحه يعني اجباريه كده، تقعد معانا في الاستوديو وقت الحلقه اللي جايه ان شاء الله، يعني هنحاول نريحها على قد المستطاع. طب كابتن، يعني وجود دكتور مراد عاصم مع المنتخب، يعني احنا شفنا في الصور وشفنا وجوده، وهو طبعا الاب الروحي للكاراتيه في النادي الاهلي، يعني وجوده في المنتخب يمثل لكم اضافه يا كابتن؟ طبعا. بص حضرتك، يعني انا دكتور مراد عاصم، يعني انا تقريبا شفته وانا عندي 5 سنين، فدكتور مراد عاصم احنا هنقعد نتعلم منه كلنا لعيبه ومدربين. يعني انا هو ما بيتعاملش معايا ان انا مدرب برضه، اي مش عشان انا كنت في النادي الاهلي، يعني اي حد هو بيتعامل معاك ابنه. فدكتور مراد بنتعلم منه على المستوى الشخصي، مستوى الحياه، مستوى التمارين، مستوى الاداره. يعني مش بقول كده عشان انا على قناه الاهلي، ولكن دكتور مراد انا ما شفتش حد عنده فكر اداري زيه بصراحه. صحيح. يعني الموضوع مرعب بصراحه. صحيح. يعني فهو لا هو يعني احنا كلنا بنستفيد منه. بيتعامل في المشاكل بطريقه برضو كويسه جدا. فهو عامل لنا سبورت كويس جدا وسط الضغوطات اللي احنا بنعاني منها يعني في الوسط. كابتن ابراهيم مجدي، مدير فني منتخب مصر للكاتا في الكاراتيه، بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني يا كابتن الحقيقه.